حقيقة لا يوجد إنسان يعني يدرس ويتعلم لم يتأثر بمدرسيه وأساتذته، فبدأ التأثر بكثير من المدرسين في المرحلة المتوسطة عندما كنت أدرس دراسة المتوسطة في المامون، ثم الإعدادية المركزية حقيقة كانت تضم نخبة من خيرة الأساتذة المعلمين في اختصاصات مهمة علمية، كانوا يعطونا ليس فقط الجانب العلمي إنما رؤية إلى المستقبل وإلى كيف تصنع من نفسك عالم في المستقبل، فلهم كل التقدير والاحترام. ثم إلى أساتذتي والذين علموني في الجامعة والذين أعتز بهم، وأعتز أيضا أنه أنا بعد ما أكملت دراستي العليا أصبحت زميل لهم في قسم الفيزياء في كلية العلوم.